الله يرحم الوالدين. عرف بان اقسم عرف ان كاين لجان المراقبه راه كتجي للمحلات كتراقبهم. خصنا باب ولوج المحل نبغوا الرقم خصنا ندخلوا. دابا حنا باغيين ندخلوا الرقم المحل. انت دابا خصك تخوي هادشي كله. شحال باغي تشوف؟ انت مول المحل هنايا السلطات جات دارت حمله ديال مراقبه الاسعار. مراقبه قد الاسعار شنو رايك فيها؟ ماشي في محل حيت هما ما خاصهمش يمشيو بالنسبه للحوانت الصغار خاص يمشيو للحوانت كبار. يعني الهريات كبار الشركات هما اللي خاصهم يمشيو يهضروا معاهم على الثمنات. اما بالنسبه للحوانت الحوانت راه مسخرين الحوانت غير مسخرين. بالنسبه للاسعار هذا راه لا جيت كنهبطوا. بالنسبه لحنا كنمشيو بواحد الثمن باش نهبطوا للسوق نتقداو ديك السلعه اللي بغينا. حنا كنمشيو كنلقاو يعني تزادت بالدوبل داك الشيء اللي كناخذوا به حنايا. هادشي اللي كاين نورمالمون. انت منين كتجيب السلعه؟ من كنجيبوها من اغلبيه من الشركات ولا كنهبطوا لضرب عمر. كنفضلوا نمشيو لضرب عمر وما نعيطوش للشركه. كتقام عليكم غاليه؟ قام علينا غاليه بالنسبه للترونسبور. كيقول لهم راه كيجيبوا لك حتى لهنا ولكن حسبوا لك تيفي حسبوا لك بزاف الحاجه. وبالنسبه نتوما يعني ما كيكونش واحد الزياده ديال الهامش ديال الربح كبيره خاص؟ لا ما فيتش درهم. يعني كاينين بعد المالين المحلات اللي كيستغلوا الظرفيه. كاينين راه بصح كاينين ولكن يعني كتشوفوا بان هاد المراقبه ديال الاسعار ما خصناش نمشيو عند موالين المحلات الصغار يعني الحيط القصير. يعني خاصها تمشي للكبار حيت هادشي جاي من شركه حد باقي عندهم سلعه ديال 2000 ديال 2020 وديري لها الثمن ديال 2023. سلعه قديمه ودير يعني باقي الهضره ديالها يعني باقي فيها وديري لها الثمن تاع دابا. بزاف الحاجات يعني كنجيبوا شي حاجه يعني ديال 2021 ديال 2022 ديال 2018 بالثمن ديال دابا. واش كتقولوا بان الشناقه هما اللي هما اللي مسؤولين باش كيقولوا واحد الحاجه يعني بالنسبه لك السلعه كيحيدوها كيقول لك راه ما كايناش باش يزيدوا فيها. واش كتقول للحكومه رئيس الحكومه؟ رئيس الحكومه شنقول له يرحم. هادشي كلشي يعني هو اللي داير هادشي كما الله اعلم ما عرفناش. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.